فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج ريفرش، كما عودناكم نقدم لكم فقرات متنوعة ونصائح عن التغذية وشرح طريقة التمرين بالكامل. اليوم إن شاء الله راح يكون موضوعنا عن بعض المنشطات اللي يأخذونها أو اللي هي الأوبر اللي يأخذونها لاعبين الحديد أو اللي يلعبون بنوادي الصحية. طبعا لها مساوئ كبيرة انتشرت عندنا بشكل كبير، فهذا أمر سيء لأن ما قاموا يتجهون حق الأمور الطبيعية، ما قاموا يلتفتون حق أن يتغذى صحيح أو شنو النتائج السلبية مستقبلا تحصل له، شنو راح يصير فيه، لا فقط همهم الشكل، فهذا أمر جدا سيء. ممكن أنه مستقبلا راح تأثر على حياته، الحياة الزوجية، حياة المستقبلية بشكل كامل على الجسم راح تأثر عليه. فاليوم إن شاء الله راح أتكلم على مساوئها. أول شيء طبعا أنت لاعب حديد داش أنك تبني جسم طبيعي، إحنا قاعد نقول الرياضة، الرياضة ليش؟ الرياضة عشان تعطيك صحة مو عشان تعطيك شكل فقط، لا إحنا الرياضة طول عمرها ما هي شكل فقط. أنت تبي تدش رياضة، أي لاعب رياضة يكون يبي جسمه صحي، يبي أثناء لما مثلا يقول أنا رياضي مثلا يدش بلعبة تحدي يقدر أنه يتحدى، يقدر أن لياقته تكون عالية، مو فقط شكله أو هيئته الجسمانية هو رياضي، ولكن فعلياً هو ماكو شيء. ليش؟ هو سبة ومنشطات اللي هم قاعد يأخذونها. طبعاً المنشطات أول شيء تزيد حب الشباب، تزيد فرص النمو الحبوب نفسها، لأن ليش؟ لأن أنت لما تأخذ الهرمونات نفسها قاعد تدخل هرمونات زايدة بجسمك، فبالتالي راح يختل عندك المستوى الهرمونات نفسها. أيضاً عندك راح تأثر على حياتك الزوجية مستقبلاً، ممكن تسبب عقم، تسبب أمور ثانية. عندك ايضا الامور اللي هي خطره، ايضا ممكن تسبب لك فشل كلوي، على الوظائف الجسم كلها راح تاثر عليك. اذا صار عندك خلل بالهرمونات هنا لازم تراجع دكتور على اساس انه يضبط لك اياها من اول وجديد. وايضا لما تاخذها صحيح ان جسمك راح يبني وشكله راح يكون جميل، ولكن لما تهد الحديد راح تلقى انك تخسر اللي انت سويته فتره بسيطه. اما الشخص اللي يلعب طبيعي ويتغذى طبيعي راح تلاحظ حتى لما يهد الرياضه او يريح او حتى لما تحوشه اصابه صحيح ان جسمه راح يقل، امر طبيعي هذا، انت اللياقه نفسها. انت لما تكون لياقتك عاليه وتهدها مره واحده راح تقل لياقتك، فهذا امر طبيعي. ولكن غير لما انت يجيك شيء سريع راح يروح سريع. ليش؟ لانه راح تعطيك انتفاخ حق العضله مثلا، شكل كبير حق العضله، ولكن هي العضله فقط شكل ولا هي قوه، فبالتالي انت راح تخسرها بشكل سريع. اما بالنسبه حق الشخص الطبيعي نفس ما ذكرت لكم راح يقل جسمه، ولكن لما يرد تقريبا خلال اسبوعين او بالكثير 3 أسابيع شهر تلقى انه رجع حق وضعه الطبيعي. فبالتالي انصح ان تبعدون عن الامور هذه اللي هي الهرمونات. تقدر انت تاخذ عندك مثلا المكملات الغذائيه، ولكن مو كل مكمل غذائي، مكمل غذائي انت لازم تستشير دكتور، تقرا المكمل الغذائي شنو فيه، لان في بعضها ايضا فيها هرمونات، فشوف شنو اللي يناسب جسمك، حاول انك تخليها عدد الوجبات مثلا من 4 وجبات الى 5 وجبات، او تقدر تخليها 4 وجبات مثلا مع سناكين، هذا راح يكون جدا مفيد حق جسمك. انت راح تحصل على جسم مثالي، راح تحصل على صحه، راح تحس نفسك ان انت صحي اكثر من الشخص الثاني. صحيح هو حجمه كبير، ولكن راح تشوف ان انت صحتك انت افضل منه، لانه هو فقط شكل مو فقط اللي هو معناته عضلته كبيره هو راح يكون صحي. اهم شيء انك تحافظ على وظائفك، حياتك المستقبليه راح تكون لك افضل لك حياه مستقبليه، ما راح يحوشك اي شيء بالنسبه حق هرموناتك، فبالتالي راح تحصل على الجسم المثالي. فانصح الجميع انه يبتعد عن الامور هذه عقاقير والمنشطات اللي قاعد ياخذونها، لانها مثل ما قلت لكم تسبب مشكله مستقبليه. اتمنى ان الجميع استفاد من الموضوع اليوم ان شاء الله، تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديده.
رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام. راح اقدم لكم تمرين اليوم عباره عن تمرين حق عضله المثلثات. طبعا هي عضله جدا صغيره، ولكن اللي يبيك تركز بالتمرين بشكل صحيح على اساس تقدر تحركها، اللي هي عضله المثلثات. معاي اللي هو الجهازين الدامبلز موجودين بجانبي. اول شيء طبعا راح اثبت الدامبل بجانب جسمي، من بعدها اسحب بالشكل هذا. شوف طبعا لما تصعد حاول ان كتفك اللي هو يتحرك وياك، يعني مو ايدك اللي تثنيها نوعا ما، ولكن بعض الاشخاص ممكن انه يثنيها بشكل هذا. بشكل هذا انت ما استفدت من التمرين، لا حاول انك تصعد على الطريقه هذه. من بعدها راح يشد معاك وتحس بالتمرين. شوف طبعا راح ابين لكم اياها من الزاويه هذه من الخلف على اساس تبين معاك التمرين اكثر. شوف لاحظ مستوى الايد، راح الايد اثنيها نوعا ما، ولما اصعد الكتف راح يصعد وياك، فبالتالي المثلثات راح تتحرك وياك بالشكل هذا. لاحظ شوف نوعا ما اثنيت ايدي، من بعدها اصعد. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية راح يكون أمامي بمعنى أثبت الدامبل أمام رجلي، أثني إيدي أيضا وأسحب. شوف لاحظ معاي مستوى الأكتاف هو اللي قاعد يتحرك معاي إلى الأعلى. قاعد أثني إيدي نوعا ما وقاعد أسحب. هذا التمرين طبعا الثاني. اما التمرين الاخير راح اثبت الدامبلز خلف رجلي، من بعدها اصعد. ايضا راح ابين لكم اياه من الزاويه الثانيه على اساس يبين معاكم اكثر فاكثر. شوف لما اصعد اثني الايد نوعا ما، من بعدها اصعد. شوف لما اثبت لاحظ ان العضله نفسها قاعد تحرك. شوف ثبت العضله قاعد تحرك. طبعا عضله اللي هي المثلثات نفسها اللي هي العضله هذه. شوف لاحظ لما اصعد هذه هي، انا قاعد اركز على المنطقه هذه. فبالنسبه حق التمرين هذا بينت لكم طريقه اللي هي الطريقه الاولى كانت جانبي. لما تصعد حاول انك تثني ايدك نوعا ما، ما تثنيها بالكامل لا نوعا ما، وايضا من الامام نفس الطريقه، وايضا الخلف. ركز بالتمرين. طبعا تمرين المثلثات ما يحتاج وزن، ما يحتاج انك تحط وزن عالي، لان اذا حطيت وزن عالي ما راح تقدر ترفع، فبالتالي ما راح تركز بالتمرين. اتمنى ان الجميع استفاد من تمرين اليوم ان شاء الله. تابعونا بحلقات مقبله بتمارين جديده.